Hello my friends, how are you today? كيفكن اليوم؟ Are you happy? Are you excited? محمسين حتى نتعلم سوا اليوم؟ I am very excited. بس زياد مش معي اليوم. زياد is very sick. كتير مريض. He has fever. عليه حرارة. He was playing with the snow. كان عم يلعب بالثلج. He wasn't wearing thick clothes. ما كان لابس ثياب سميكة. He got a fever. صار معه حرارة. اليوم he is absent. رح يكون غايب وما رح يتعلم معنا. How is the weather today? كيف الطقس عندكم اليوم؟ Is it snowy? هل هو مثلج؟ Or rainy? ممطر. Is it sunny? مشمس؟ Or windy? عاصف. Here it's snowy. هون طقس مثلج وكتير ساقع. I'm wearing a scarf. لابسي أنا شال لحتى اتدفى. حاضرين حتى نتعلم سوا؟ Are you ready? حضروا القلم والورقة وقبل ما نبلش خلينا نسمع لأغنية كتير حلوة رح تحبوها كتير. برجع لكم. مثل ما بلشنا بالحلقة السابقة بلشنا نتعلم الفاولز ونرجع نرجعهم مع بعض. أخذنا the letter A and the letter E وعم ناخد short sounds يعني اللفظة القصيرة. خلينا نرجع نتذكر شو هن الفاولز يلي عم نعملهم مراجعة. منبلش بأول letter the letter A، عنا بيرجع the letter E، the letter O، the letter U، the letter I. هول هن الفاولز، مش كلهم بس هول الفاولز اللي نحن رح نعملهم مراجعة ونشوفهم بالكلمات ونشوف كيف رح نلفظهم باللفظة القصيرة. اليوم رح ناخد two new vowels، عنا the letter I and the letter O. خلينا نتذكر كيف منكتبهم. منبلش ب capital I، نحط زيح من فوق، ننزل من النص، نرجع another line من تحت. capital I. أما السمول آي فهي مثل الشمعة، تذكروها مثل الشمعة إلى نقطة من فوق، بتبلش من الخط النصاني ننزل بتقعد على الخط التحتاني ونحط لها بوينت مثل الشمعة. كابيتال آي سمول آي. وكيف رح ألفظها هون؟ رح ألفظ الشورت آي. إي إي مثل بيج. إي بيج يعني خنزير. هلأ بناخدهم سوا. خلينا ننتقل لتاني لتر. تاني لتر هو the letter O. capital O small O. هو أسهل لتر لأنه الكابيتال والسمول هن نفس الشيء. الكابيتال بنعملها بين الخط الفوقاني والخط التحتاني مثل circle دائرة، والسمول لتر O بين الخط النصاني والخط التحتاني كمان بالشكل التالي. فإذا capital O small O. وجربوا هون تقعدوها على الخط تحت بالشكل التالي. اوكي فإذا capital O small O. خليني ارجع اكتبها بعد مرة. بدها تقعد على الخط التحتاني. That's it. اوكي فإذا عندنا the letter I the letter O. خلينا نبلش بأول letter the letter I. خلينا نشوف شو عنا صور على اللوح. أول صورة عنا خنزير. خنزير بالإنجليش منقله big. ب اي big. هون إذا letter I لفظت اي big. طلعوا منيح، عندي ب اي big big خنزير. فإذا the letter I. أما هون
فعندي لبس يعني شفاه. لبس عندي ل اي لي ب لبس شفاه كمان ذا لتر اي. اما هون فعندي دج يحفر دج د اي دي ج دج ذا لتر اي. هون عندي دب يعني يغمس يغمس مثل ما هون التشيبس يغمس يغمس او بكله دب د اي دي ب دب ذا لتر اي. فاذا نرجع نقريهم مع بعض بيج ب اي بي ج بيج لي لبس دي ديج دي ديب يعني يغمس. فاذا بيج لبس ديج ديب. ننتقل لتاني لتر تحت عنا ذا لتر او. منبلش هون عنا ام يعني فينا نقلها mother فينا نقلها mom. mom يعني ام. مه او ما مه mom لفظت الاو القصيره هون mom. خليني احط لكم عليها سيركل باللون الاحمر. فاذا مام الاو القصيره ما ا مام. ون ون يعني ربحه. و او و ن ون ربحه كمان لفظتها القصيره و و او ون. هون عندي توب يعني مثل the top of the mountain قمة الجبل القمة. ط ت او تو ب كمان لفظتها او تو توب. وعندي هون ابن ابن يعني صن س ا ص ن صن كمان لفظتها الاو القصيرة. فإذا اسمعوني كيف عم بلفظهم منيح كلهم بيلفظوا اللفظة القصيرة. ما عم قول أنا او لفظة الأو طويلة أو أو عم بقول أ. اسمعوا منيح ما مام مام و و ون ط ط طب ص ص صن كمان لفظت اللفظة القصيرة. انتبهوا منيح خلينا نرجع نعيدهم ونشوف كيف عم نتهجيهم سوا. منبلش بيج ب اي بي ج بيج بيج. عيدوا من وراي ب اي بي ج بيج خنزير. ل اي لي ب لبس لبس شفاه. د اي دي ج ديج يحفر ديج. د اي دي ب دب يعني يغمس. ننتقل لهون عندي م أو ما م مام أم مام. و و ون و أو و ن ون يعني ربحة. ت أو ت ب تب قمة. س أو ص ن صن ابن. هولي كلهم لفظهم لفظة قصيرة وخصوصا هون باللتر أو أوقات بتفرق شوي صغيرة باللفظة بس كلهم لفظتهم قصيرة. مام مام ون ون طب طب صن صن. إذا لاحظتوا فرقت شوي صغيرة باللفظة بس ما قلت أنا الأو الطويلة قلت the short letter O the short sound. فإذا تعلمنا اليوم 8 كلمات جديد. شو هن؟ عندي بيج خنزير، عندي لبس شفاه، دج يحفر، دب يغمس، مام أم، ون ربحة أو ربحت، طب قمة، صن ابن أو ولد. وفيهم كلهم لفظت الاي لفظت the short e. الاي لفظتها e the letter i I pronounced it e مثل pig lips dig dip. هون الاو ما لفظتها long او لفظتها the short o. mom one top sun.
حتى لو اختلفت شوي صغيرة بس كلهم شورت لفصل اللفظة القصيرة. شو رأيكم هلأ نجرب نكتب ثلاث كلمات مع بعض؟ جاهزين؟ معكم ورقة وقلم؟ حضر دفتركم واسمعوني منيح. Open your eyes, open your ears, look at the board. إذا بدي أقول أنا dip, dip, يغمس. شو عم بلفظ؟ د. أول شي عم بلفظ the letter D. كيف بكتبها؟ the letter D. D. Dip, dip. عم بلفظ E. Short E. فإذا the letter I. Short I. بعدين عندي dip. P. The letter P. فإذا dip لفظت short I. ما قلت dip. Long I. Short I. Dip. يغمس. D. E. P. Dip. كتبتوها؟ اكتبوها منيح. نرجع ننتقل لكلمة تانية. خلينا نجرب top. top يعني قمة. بلش أنا عم أقول ت. top. ت. the letter T. بعدين تو. أو. أو. الأو القصيرة. تو. ب. top. ب. the letter P. فإذا top t o p top. بعد كلمة إذا نقينا dig dig يحفر. أنا عم بلفظ كمان بالأول d مثل dip dig d the letter d. بعدين dig d e the short e. بعدين عندي g dig صار عندي dig يحفر. dip top dig. اكتبوا هالثلاث كلمات وجربوا تعملوهم انتو سبيلينج لحالكم. جربوا تتهجون وتكتبون لحالكم لانه هينين. علمتكم كيف نتهجاهم وتعلمنا كيف نعمل الشورت ساوند تبع الاي اي big lips dig dip والشورت ساوند تبع الاو مثل mom one top son. اوكي فاذا نقولون منيح وتدربوا عليهم لحالكم وما تنسوا عنا capital I small I عنا capital O small O والفاولز هن A E O U I. بعد في غيرهم بس رح ناخد نحنا بس 5. سخون منيح وتدربوا عليهم. أنا بشوفكم بالفقرة التالية. Nod. Top. Dig. Lip. Pig. أصدقائي مثل ما عملنا بالحلقة السابقة بدنا نجرب نعمل جملة A sentence. عندي أنا الكلمات على اللوح بس ملخبطين. Let's make a sentence. منبلش بأول جملة. عندي the race يعني السباق. عندي my mom أمي. عندي won يعني ربحت. The race السباق. my mom أمي. won ربحت. شو أول شغلة بنعملها؟ بندور على الفيرب، بندور على الفعل. The race السباق هو الفعل. إذا قلت أنا سباق هل هالشي بدل على حدا عم يعمل شي؟ أبداً، هيدا مش فيرب، منه فعل. My mom أمي أكيد مش فعل، هيدا اسم noun بدل على إنسان. Won ربحت، ربحت. شو عملت؟ ربحت، ربحت. Won هو الفيرب. إذا عندي won هو الverb، فإذا
الفيرب تبع جملة الجملة الأولى هو won. مين اللي ربح؟ My mom، أمي. فإذا نبلش بmy mom. My mom شو عملت؟ ربحت won. شو ربحت؟ The race، ربحت السباق. فإذا my mom won the race. وبحط point، ما تنسوا البوينت لحتى انهي جملتي. هل هالجملة صحيحة؟ فيها verb فعل وعم تعطي معنى تام. My mom won the race، أمي ربحت السباق. ننتقل لتاني جملة. عندي أول كلمة digs يحفر، the pig الخنزير، a hole حفرة. فإذا digs يحفر، the pig الخنزير، a hole حفرة. وين الفيرب؟ وين الفعل؟ digs يحفر، هيدا الفيرب. مين اللي عم يحفر؟ the pig الخنزير. فإذا نبلش ب the pig، شو عم يعمل؟ عم يحفر digs. شو عم يحفر؟ the pig digs. بعد عندي a hole حفرة، عم يحفر حفرة. وبوينت بالآخر نقطة. the pig digs a hole، عم يحفر حفرة. the pig اسم، اسم اسم بدل على حيوان خنزير. digs يحفر فعل، a hole حفرة كمان hole اسم، it's a noun بدل على شيء حفرة. شفتوا شو هينين؟ جربوا تعملون لحالكم، نقلوا الكلمات وجربوا تركبوا جملة. وبرجع بسألكم، شو أهم شيء بالجملة؟ إنه نلاقي فيها verb. very good، بدنا نلاقي فيها فعل حتى تكون جملة وتعطي معنى تام. خلينا هلأ نكتب على السريع verb to have، نعمله مراجعة صغيرة. verb to have، بلش I have، you have، he has، she has، we have، you have، they have. هيدا إذا عم نحكي بالpresent يعني بالزمن الحاضر. I have، أنا أملك. You have، أنت تملك أو أنت تملكين. He has، هو يملك. She has، هي تملك. هون غيرنا كل الverb مع هي وشي لأنه بالpresent. بدي زد له أس، بدل ما زد له أس غيرت شوي فيه. بدل ما أقول haves غيرت وعملته has. تذكروا منيح، دايما verb to have بيتغير مع هي وشي. We have، you have، they have. هيدا بالpresent بالحاضر. أما بالpast بالزمن الماضي أو بالfuture ما رح أخبركم بهالحلقة، بدنا نتعلمها بالحلقة الجاية. أما هلأ أنا بودعكم، تدربوا عليهم منيح وتذكروا شو تعلمنا. بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. A B C D and E، school is where I want to be. F G H I J، learning to read and write and play. K L M N O، boys and girls I want to know. B Q R S T، sharing books with you and me. U V W X and Y، now it's time to say goodbye. Z، I'm going to bed. A B C D and E، school is where I want to be. F G H I J، learning to read and write and play. Good night.